الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أبنائي وبناتي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي. إن شاء الله النهاردة مع بعض هنحل أهم الأسئلة المتوقعة في مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مقرر شهر فبراير ومارس. لو أول مرة تشوف القناة بتاعتنا، يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش رابط المراجعة في صندوق الوصف أسفل الفيديو، وكمان مراجعات المواد التانية هتلاقي طبعا رياضيات، هتلاقي دراسات علوم تربية دينية، جميع المراجعات هتلاقيها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. عندنا شباب الاختبار الثالث بيقول لك السؤال الأول: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ. عندنا رقم واحد بيقول لك: تساعد الأدوات الرقمية المواطنين المصريين لأداء مهامهم اليومية. طبعا الإجابة صحيحة. اتنين بيقول لك: من الأمور الترفيهية نسخ البصمة الرقمية الخاصة بأصدقائك عبر الإنترنت. طبعا الإجابة خطأ. تلاتة: يطيح تطبيق سكاي بي المراسلة الفورية بين زملائك. طبعا الإجابة خطأ. عندنا السؤال التاني بيقول لك: اختر الإجابة الصحيحة من بين الاختيارات التالية. عندنا واحد بيقول لك: من خطوات القيام بمراسلة فورية: ألف الضغط على أيقونة إرسال، ولا الضغط على أيقونة الهاتف، ولا جيم فتح تطبيق فيسبوك. طبعا يا شباب هنا هنختار الضغط على أيقونة إرسال، طبعا اللي هي رقم ألف. اتنين بيقول لك: يوفر نقط استخدام أدوات لرسم الأماكن والمواقع عبر شبكة الإنترنت: ألف بنك المعرفة المصري، ولا ب فيلابي، ولا جيم مصمم الخرائط التفاعلي. طبعا يا شباب هو مصمم الخرائط التفاعلي اللي هي رقم جيم. تلاتة: المعلومات على مواقع الويكي تكون موثوقة ولا محايدة ولا مليئة بالأخطاء؟ طبعا بتكون مليئة بالأخطاء، يعني هنختار رقم ج. السؤال الثالث بيقول لك: أكمل العبارات التالية بما يناسبها مما بين القوسين. عندنا البرية، وعندنا المعقدة، وعندنا الافتراضية، وعندنا المتزامنة. بيقول لك: واحد، عند التواصل بين أفراد العائلة من المناسب استخدام وسائل الاتصال، طبعا المتزامنة. طيب اتنين، يمكن استخدام تقنية الواقع المعزز للحفاظ على الحياة، طبعا الحياة البرية. طيب تلاتة بيقول لك: عند حل المشكلات نقط يجب تقسيمها إلى مشكلات أصغر. طبعا عند حل المشكلات طبعا إيه؟ المعقدة. يبقى هنختار هنا المعقدة. عندنا السؤال الرابع بيقول لك: صل ما في العمود أ بما يناسبه من العمود ب. عندنا طبعا العمود أ بيقول لك: واحد، لإجراء مراسلة فورية لابد من توافر. اتنين، خانة الموضوع. تلاتة، بنك المعرفة المصري. عندنا العمود به بيقول لك: واحد، يسمح بالبحث عن موضوعات مختلفة به تطبيق للتليفون المحمول مثل واتساب. جيم يكتب فيها عنوان موضوع الرسالة. طيب يا شباب عندنا واحد بيقول لك: لإجراء مراسلة فورية لابد من توافر. طبعا به تطبيق للتليفون المحمول مثل ايه؟ واتساب. يعني هنوصل واحد مع به. طيب يا شباب نشوف رقم اتنين. هنا بيقول لك: خانة الموضوع. طبعا خانة الموضوع بيكتب فيها عنوان موضوع الرسالة، يعني اتنين مع جيم. طيب تلاتة، عندنا بنك المعرفة المصري. طبعا بيسمح بالبحث عن موضوعات مختلفة، يعني ثلاثة هنوصلها بألف. عندنا السؤال الخامس بيقول لك: اقرأ العبارات التالية ثم حدد اختيارك المناسب لكل عنصر مما يلي. بيقول لك: نسخ شخص ما بصمتك الرقمية وشاركها دون موافقتك. طيب بيقول لك: واحد، هذا الفعل يسمى بي المواطنة الرقمية، ولا القرصنة الرقمية، ولا البصمة الرقمية. طبعا ده يا شباب اسمه القرصنة الرقمية. طيب هنا رقم اتنين بيقول لك: هل يعتبر هذا الشخص مواطنا رقميا؟ طبعا الإجابة نعم ولا لا. طبعا الإجابة لا. تلاتة، خرق هذا الشخص نقط
عبر الانترنت، الحقوق ولا المسؤوليات؟ طبعا هنا خرج طبعا ايه المسؤوليات، يبقى هنختار المسؤوليات اللي هي تاني واحدة. عندنا الاختبار يا شباب رقم 4، بيقول لك السؤال الاول: ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة الخطأ. طيب عندنا بيقول لك 1، بيقول لك هنا التواصل الرقمي ليس مهما لتكوين علاقات جيدة، طبعا الإجابة خطأ. طيب 2، من الضروري العمل على حماية البصمة الرقمية الخاص بك على الإنترنت، طبعا الإجابة صحيحة. 3، لا يعتبر بنك المعرفة المصري من المصادر الرقمية، طبعا الإجابة خطأ. عندنا شباب السؤال الثاني، السؤال الثاني بيقول لك اختر الإجابة الصحيحة من بين الاختيارات التالية، بيقول لك هنا 1، أي من الخانات التالية يتم كتابة موضوع البريد الإلكتروني فيها؟ ألف بين علامة التنصيص كلمة إلى، ولا ب بين علامات التنصيص كلمة الموضوع، ولا ج بين علامتي التنصيص كلمة من؟ طبعا الإجابة الصحيحة هي ب اللي هي الموضوع، طبعا بين علامتي التنصيص. طيب يا شباب نشوف السؤال الثاني، بيقول لك يمكنك نقط من الاطلاع على المناهج الدراسية ومشاهدة مقاطع الفيديو بشكل مجاني. ألف بنك المعرفة المصري، ولا ب فيلابي، ولا ج مصمم الخرائط التفاعلي، طبعا هو بنك المعرفة المصري. عندنا رقم 3، بيقول لك موقع بنك المعرفة المصري من المصادر الموثوقة ولا المحايدة ولا المليئة بالأخطاء، طبعا من المصادر الموثوقة، يعني هنختار ألف. عندنا يا شباب السؤال الثالث، بيقول لك أكمل العبارات التالية بما يناسبها مما بين القوسين. عندنا وسائل الاتصال المتزامن، عندنا نظام تحديد المواقع العالمي، عندنا استراتيجية المحاولة والخطأ، عندنا وسائل الاتصال غير المتزامن. بيقول لك 1، عندما تكون الإجابة بحاجة إلى الكثير من التفكير من المناسب استخدام، طبعا يا شباب من المناسب استخدام إيه؟ وسائل الاتصال غير المتزامن. طيب عندنا 2، بيقول لك تستخدم منظمة إنترنت اوف إليفنت بيانات تم جمعها بواسطة، طبعا تم جمعها بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي. 3، بيقول لك عملية تجربة طرق مختلفة لحل مشكلة ما تسمى به استراتيجية طبعا المحاولة والخطأ. عندنا شباب السؤال الرابع، بيقول لك صل ما في العمود ألف بما يناسبه من العمود ب. عندنا العمود ألف بيقول لك 1، تطبيق التليفون المحمول، 2، أحد خطوات المراسلة الفورية، 3، بيئات التعلم عبر الإنترنت. عندنا العمود ب بيقول لك كتابة الرسالة، ب تسمح للمعلمين بتقديم دروس افتراضية، ج يعمل على الجهاز المحمول ويتيح الوصول لبرامج مختلفة. أول واحدة يا شباب تطبيق التليفون المحمول، طبعا بيعمل على الجهاز المحمول ويتيح الوصول لبرامج مختلفة، يعني هنوصل 1 مع جيم. طيب 2، أحد خطوات المراسلة الفورية، طبعا اللي هو كتابة الرسالة، يعني هنوصل 2 مع ألف. طيب يا شباب 3، بيقول لك بيئات التعلم عبر الإنترنت، طبعا بتسمح للمعلمين بتقديم دروس افتراضية، يعني 3 مع ب. عندنا السؤال الخامس، بيقول لك اقرأ العبارات التالية ثم حدد اختيارك المناسب لكل عنصر مما يلي. عندنا التواصل عبر الإنترنت مهم لتكوين علاقات جيدة. طيب نشوف الأسئلة، بيقول لك 1، التواصل عبر الإنترنت يعرف بالتواصل الصامت ولا الرقمي؟ طبعا يعرف بالتواصل الرقمي. 2، من الضروري حماية بصمتنا الرقمية عبر الإنترنت حتى لا نتعرض للقرصنة الرقمية ولا تقييم سيء، طبعا القرصنة الرقمية هي الإجابة الصحيحة. 3، من أمثلة المصادر الرقمية عبر الإنترنت معالج الكلمات اللي هو وورد، ولا منصات مشاركة مقاطع الفيديو؟ طبعا منصات مشاركة مقاطع الفيديو. عندنا طبعا يا شباب الاختبار رقم 5،
بيقول لك السؤال الأول، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة، علامة خطأ أمام العبارة الخطأ. بيقول لك 1، تسجيل البيانات على الإنترنت للحصول على لقاح كوفيد 19 أمر مستحيل، طبعا الإجابة خطأ. 2، احترام حقوق الملكية الفكرية للناشرين على الإنترنت أمر اختياري، طبعا الإجابة خطأ، طبعا أمر إجباري. 3، تطبيق فيسبوك يتيح التواصل طبعا مع الأصدقاء وإنشاء ملفات شخصية، طبعا الإجابة صحيحة. عندنا السؤال الثاني بيقول لك اختر الإجابة الصحيحة من بين الاختيارات التالية. 1، يفضل استخدام جمل نعت في تطبيقات المراسلة الفورية، جمل طويلة ولا باللغة الإنجليزية ولا جيم قصيرة، طبعا يفضل استخدام جمل قصيرة. طيب 2، تعتبر منصة إيدمودو بيقول لك طبعا من ألف بيئات التعلم عبر الإنترنت، ولا به المصادر الورقية للمعلومات، ولا دي مصادر الاتصال المتزامن، طبعا هي من بيئات التعلم عبر الإنترنت. 3، بيقول لك المصادر الموثوقة هي مقالات أو معلومات كتبها أصدقائك ولا عائلتك ولا خبراء، طبعا كتبها خبراء، يعني هنختار جيم. السؤال الثالث بيقول لك أكمل العبارات التالية بما يناسبها مما بين القوسين. عندنا الاتصال غير المتزامن، عندنا اختبار الفرضية، عندنا تصميم الألعاب، عندنا الاتصال المتزامن. بيقول لك 1، تريد إبلاغ الإسعاف عن حادثة فعليك استخدام، طبعا فعليك استخدام الاتصال المتزامن. طيب 2، بيقول لك تعمل منظمة انترنت اوف إليفنت على حماية الحياة البرية من خلال، طبعا يا شباب، من خلال تصميم الألعاب. 3، بيقول لك عند اختبار لوحة المفاتيح إذا كانت متصلة باللوحة الأم أم لا، يسمى هذا باختبار الفرضية. طيب عندنا السؤال الرابع بيقول لك صل ما في العمود ألف بما يناسبه من العمود ب. عندنا العمود ألف بيقول لك 1، البريد الإلكتروني. 2، للبدء بمحادثة فيديو. 3، فلابي. عندنا العمود ب بيقول لك 1، من مصادر التعلم عبر الإنترنت. ب، أكثر رسمية من الرسائل الفورية. ج، أنشئ رابطا وأرسله للآخرين. طيب هنا يا شباب عندنا 1 اللي هي البريد الإلكتروني، طبعا ده أكثر رسمية من الرسائل الفورية، يعني هنوصل 1 معاه به. طيب عندنا 2 بيقول لك للبدء بمحادثة فيديو، طبعا يجب أن أنشئ رابطا وأرسله للآخرين، يعني 2 مع جيم. طيب 3، فلابي، طبعا من مصادر التعلم عبر الإنترنت، يعني هنوصل 3 مع ألف. السؤال الخامس بيقول لك اقرأ العبارات التالية ثم حدد اختيارك المناسب لكل عنصر مما يلي. يقضي سامي الكثير من الوقت في لعب الألعاب المسروقة على الإنترنت. بيقول لك 1، هل يعتبر سامي مواطنا رقميا؟ نعم أو لا؟ طبعا الإجابة الصحيحة هي لا. طيب 2، يعتبر لعب الألعاب المسروقة نوعا من المواطنة الرقمية ولا القرصنة الرقمية؟ طبعا هي من القرصنة الرقمية. 3، بيقول لك سامي لا يلتزم بنقط عبر الإنترنت، طبعا هنا لا يلتزم بالمسؤوليات ولا الحقوق، طبعا لا يلتزم بالمسؤوليات، يبقى هنختار المسؤوليات. وهنا شباب نكون انتهينا من المراجعات بتاعتنا، اتمنى لكم النجاح والتفوق، انتظرونا في مراجعات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.